تشرفت بزيارة مشروع المروج الرائع والجميل على إطلالة جميلة على ساحل يلوى، مدينة يلوى، مدينة جميلة تقع في وسط أغلب المدن التركية، مدينة إسطنبول الرئيسية، كذلك المدن المحيطة فيها مثل البورصة، مثل صبنجة. يعني بإمكانك تروح تزور المدينة هذه وترجع في نفس اليوم، فيعني موقعها يعتبر موقع استراتيجي لزيارة المدن هذه كلها المحيطة في مدينة يلوى. يعني كلها تبعد تقريبا في حدود الساعة، ساعة وربع، فتروح مشوار في يوم وترجع في ساعة، وتقضي يوم كامل وترجع تقضي. فهي مناسبة جدا للسكن، مدينة هادية، مدينة صغيرة ملمومة، خدمات فيها متوفرة، الساحل جميل وهادي ومريح. وكذلك المشروع، زرت المشروع وسكنت في الوحدات السكنية، تعتبر جميلة جدا، فيلا راقية، تشطيبها جميل، مناسبة جدا للعوائل الكويتية والخليجية، واسعة شرحة، يعني فيها خضرة، فيها إطلالة جميلة على الجبل يطل على البحر والساحل. فموقع جميل مناسب مريح جدا للسكن، خصوصا فترة يعني فترات طويلة، يعني أعتبر يعني أفضل خيار للسكن، خصوصا اللي يحب يزور إسطنبول، يعني ما تقدر تقضي فيها بسبب الزحمة وبسبب يعني غلو وارتفاع الأسعار في هذه المناطق. فأنا أنصح الأمانة بشدة للمهتمين في الشراء أو كذلك الاستئجار، يعتبر خيار جيد وجميل للسكن خلال فترات يعني طويلة، خصوصا يعني في ظل يعني الأماكن السياحية الكثيرة المحيطة في هذه المناطق.